من باب النكته نعطيك واحد المساله تنقلبوا على المباراه الحبيه ما تلقاهمش يعني الفرق كلها كتلعب غير غير قبيله وانا تنشوف تندير البرنامج باش شكون تنبؤوا ليه من, 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 في المستقبل كي شنو غادي يمكن المباريات اللي غادي وعارفين بانه الدور التاسع بركان غيكونوا يلعبوا في, في زامبيا مع زاناكو فعرفت جديده غادي يلعبوا مع مع الرجاء هضرت لزاكي قلت ليه زاكي بغيت شي مباراه وديه قال لي واش نتوما مازالين في الخريطه ديال كره القدم فتعجب قال لي واش خريبقه بكى مازال مازال في الشامبيونه في وغبرنا غبرنا بزاف سي طرو اكثر من شهر ولكن ما هادو اكراهات مايمكنلكش هذا هو حنا داكشي باش كنقلبوا على مباريات وديه بهذا الحجم اه يعني الايقاع ديال المباريات كان كيعاني منها كيعاني منها ماشي غير حنا ولكن ما لقاوش داري احنا خصنا نهيئوا انفسنا لانه عندنا مباراة يوم الجمعه داكشي باش شفنا اليوم هذه المباراه ضد فريق رجاء البيضاوي واظن بانها كانت بالنسبه لنا جد مهمه علما بانه درت واحد الدوران ديال ديال الفريق كله لعبت كل 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 مجموعه 45 دقيقه